الحياة فرص، خطبة لفضيلة الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله، كانت بتاريخ 21 من شهر محرم لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى حثنا على استغلال أعمارنا في طاعة الله، وأن نستغل فرصة الحياة في عمارة آخرتنا ونجاتنا من النار وفوزنا بجنة عرضها السماوات والأرض. فالحياة كلها فرصة، إما أن تستغل وإما أن تضيع. وإن كثيرا من الناس لا يعرف الفرص إلا في أمر مطعمه ومشربه وملبسه وتجارته، لا يعرف شيئا يسمى بفرصة تستغل في طاعة وعبادة وبر وقربة وعلم وعمل ومنافسة على الدرجات العاليات عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فأمرنا الله عز وجل بالمسارعة والمسابقة، لأن العبد لا يدري كم بقي من عمره ولا يدري ما يعرض له، فالأيام حبلى لا يدرى ما تضع.
أنت الآن في عافية تكون غدا في بلاء، أنت اليوم في غنى تكون غدا في فقر، أنت اليوم في فراغ تكون غدا في شغل، أنت اليوم في شباب تكون غدا في هرم، وهكذا. فقد جاء في حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا له وحاثا له على أن يهتبل فرصة عمره وأنفس أوقاته وأوقات فراغه، أمره أن يستغل شبابه قبل هرمه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله، وصحته قبل سقمه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله، فإن أناسا يندمون بعد فقرهم على أيام غناهم لما أضاعوا المال في غير طاعة الله، ويندم في حال مرضه أنه ما استغل عافيته في طاعة الله، ترك الجمعة والجماعات، وترك البر والإحسان والصلة وعيادة المرضى واتباع الجنائز وكذلك زيارة المريض وغير ذلك، فلم يتذكر إلا بعد أن صار حبيسا على فراشه، وضاعت فرصة شبابه فندم بعد كبره وشيبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستغل فرص حياتنا، حتى إنه جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة القيامة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. والساعة ستقوم والقيامة ستقوم وفي يدك فسيلة اغرسها، مع أنك ربما ما جنيت شيئا من ثمارها، لكن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نضيع فرصة ولو كانت دنيوية، فكيف بتسبيح وتكبير وتهليل، كيف بالجمع والجماعات، كيف بالبر والإحسان، كيف بتعلم العلم وتعليمه، كيف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والإصلاح بين الناس وفتح أبواب الخير وإغلاق أبواب الشر وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا جاء في حديث أبي أمامة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال، أي الملك الموكل بشمالك الذي يكتب السيئات، لا يرفع القلم 6 ساعات، فإن أحدث المذنب ندما واستغفارا ألقي ذلك الذنب ولم يكتب، فإن بقي بعد الساعات 6 كتبت سيئة واحدة. هذا من عظيم فضل الله عز وجل على عباده، تذنب بالقول أو بالعمل أو بهما، فيأمر الله الملك الذي يكتب السيئات أن ينتظر 6 ساعات، إن تبت استغفرت ندمت ألقي ذلك الذنب ولم يكتب، فإن تبت لم يكتب ذلك الذنب. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل ورحمته، ومن حث الشرع للعباد على استغلال الفرص فيما يقربهم إلى الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لأصحابه الأمثال كيف يستغلون فرص حياتهم إذا سنحت لهم، فكثير من الفرص لا تعوض، كثير من الفرص لا تعوض،
إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. ربما لاحت لك الفرصة اليوم لطلب العلم، للصدقة، للبر، لقول كلمة حق، لأن تنجو بنفسك من شر أو فتنة، لتعمل عملا صالحا. لا يعود ذلك، لا تعود تلك الفرصة وتندم عليها بعد أن ذهبت وبعد أن قطعت أسبابها. جاء عند الحاكم والبزار وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أعرابي فأكرمه ذلك الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا أي لنكافئك على كرمك وإحسانك. فجاء ذلك الأعرابي ولاحت له فرصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل ما شئت، اطلب. كان بإمكان الأعرابي أن يقول: ادعو الله لي أن أكون من أهل الفردوس الأعلى، أو سل الله لي أن أكون من أهل الجنة، أو أي باب من أبواب الخير ولو ضم إليه أمرا دنيويا. فقال الأعرابي: أريد ناقة وأعنزا. مطلبي الوحيد ناقة وبعض الغنم يحتلبها أهلي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استغل هذا الموقف ليحث أصحابه على استغلال الفرص وأن لا يكونوا كهذا الذي أضاع فرصة عظيمة. قال: أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى عليه السلام لما خرج بقومه من أرض مصر متجها إلى الأرض المقدسة، ظلوا الطريق وأظلمت عليهم ولم يهتدوا إلى طريقهم، فسأل قومه عن ذلك فقالوا: إن نبي الله يوسف لما مات أخذ عليهم موثقا أنهم إن خرجوا من مصر أن يخرجوا بعظامه معهم، وإنهم لن يهتدوا للطريق إلا إذا أخذوه معهم. فقال: ومن يدلنا على قبره؟ قالوا: لا يعلم موضع قبره إلا عجوزا من عجائز بني إسرائيل. فدعاها موسى فجاءت فقال: دلينا على قبر يوسف. قالت: لن أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون رفيقة لك في الجنة. لو طلبت ذهبا وفضة وأموالا ودورا وقصورا وما شاءت من الدنيا لأعطيت، ولكن تختلف الهمم والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. فكره موسى مسألتها، مطلب عظيم، ورافقته في الجنة، فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها فأعطاها. فدلتهم على مستنقع ماء فقالت لهم: انزحوا هذا الماء. فنزحوه، فقالت: احفروا هنا. فحفروا فأخرجوا جثمان يوسف، فلما وضعوه على الأرض أنار لهم الطريق وساموا. كذلك أيضا مما يدل على استغلال الصحابة رضي الله عنهم للفرص، استفادوا، اتعظوا، اعتبروا، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أسبق الناس إلى الخير وأحرصهم عليه رجالا ونساء. والأمثلة كثيرة جدا، أذكر فقط بعضها مما يتناسب مع الوقت والمقام. من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: اجتمع الأنصار فقالوا: إلى متى؟
ونحن ننزع من هذه الآبار نسقي مزارعنا، والمدينة ذات نخل ومزارع قليلة المياه، لا أنهار ولا عيون، فيأتون بالماء من بعيد ويكلفهم ذلك ويشق عليهم. قالوا فلو جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا هذه الجبال عيونا وأنهارا فنكفى زرع أرضنا، فاتفقوا على ذلك، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم، فلما رآهم قال مرحبا بالأنصار، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، وإني اليوم لا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني، ولن تسألوا شيئا إلا أعطيتموه. فرصة، هم جاءوا بطلب عظيم أن تفجر الجبال أنهار وعيون، وحاجتهم ماسة إلى ذلك. وأول ما وصلوا قيل لهم أي مطلب جئتم له مجاب، وما سألت ربي أجاب، وهو على كل شيء قدير. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا الدنيا تريدون أنهار وعيون، تموتون وتتركونها، سلوا الله الآخرة. فاتفقت كلمتهم جميعا وقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قالوا وأبناؤنا من غيرنا، يعني أبناء بناتنا المزوجات من قبائل أخرى. قال ولهم. فرجعوا بهذه الدعوة العظيمة، خير لهم من الدنيا وما فيها، ولو دعوا أو طلبوا الأنهار لأجيبوا وتركوها. وهذا يدل على عظيم حرصهم وكمال عقلهم وإيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فإذا بالنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ما استجاب له أحد من قومه. قال وإذا بسواد عظيم قد سد الأفق، فرجوت أن يكونوا أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. قال وإذا بسواد عظيم قد سد الأفق، فقيل انظر ها هنا وها هنا، فإذا بسواد عظيم أيضا أمامه وعن يمينه وعن شماله، قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة ابن محصن الأسدي رضي الله عنه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، من 70,000 فرصة، فقال اللهم اجعله منهم. قام آخر قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، لاحت له فرصة استغلها وأثبتها، فكان ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفي الصحيحين أيضا أن عطاء ابن رباح قال لابن عباس تريد أن أريك امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض بينما وهي من أهل الجنة؟ فقلت نعم. قال هذه المرأة السوداء، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم
وقالت يا رسول الله ادعو الله لي فإني أصرع وأتكشف، فيها مس وصرع، تصرع بين الناس وتكشف ثيابها أمامهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فعوفيت من الصرع وذهب التكشف، وإن شئت صبرت أي على الصرع والمرض ولك جنة. الآن هي بالخيار، تختار العافية أو تختار الجنة مع البلاء والصبر وستموت على أي حال، الصحيح والمريض والغني والفقير والرئيس والمرؤوس والبر والفاجر والصالح والطالح والمؤمن والكافر والذكر والأنثى، الكل سيموت، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا تغتر لا بحياة ولا بمال ولا بجاه ولا بأعوان ولا أن الدولة لك والفرصة لك، فالأيام دول بين الناس والموعد الله للجميع، ولن يلقى أحد ربه إلا بعمله لا أقل ولا أكثر، ولن ينقذك أحد من عذاب الله ولو أعانك على قتل النفس وقطع الطريق وهتك العرض وأخذ المال وإخافة الخلق، سيتبرأ منك يوم القيامة وتجد نفسك وحدك تحمل فوق ظهرك الدماء والأموال والأعراض، فالويل لك إن لم تتب إلى الله في حال حياتك. هذه المرأة السوداء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت لا يا رسول الله أصبر ولي الجنة ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف وصبرت على بلائها وماتت على ذلك، فازت وظفرت بالخير الكبير العظيم. جاء عند أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمر أن عمر الفاروق رضي الله عنه قال ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى الصدقة، قال فوافق ذلك مالا عندي. قال فرصة، رسول الله يأمرنا أن نتصدق، المال موجود، لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته. فذهب وجاء بنصف ما يملك ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال مثله، يعني جاء بالنصف، فرصة، عندي مال رسول الله ندب لعلها لا تعوض، لعلك تبقى تشوف أتصدق أفعل كذا وكذا، أعطي فلانا وأسد الباب الفلاني، أتصدق بصدقة جارية حتى يأتي الموت وما فعلت شيئا وانتفع بالمال غيرك ولقيت الله عز وجل بالتعب والنصب، لن تخرج من الدنيا بشيء من مالك إلا ما قدمته بين يديك والبقية الورثة، عليك التعب والجمع إن كان من حلال، أما من كان حرام إن كان من حرام فالويل لك وغيرك المستفيد. فجاء أبو بكر بالمال وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني أنه جاء بكل ماله ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يستغلون فرص حياتهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل، ما يسوف ما يتردد، وإنما يبادر متى لاحت له فرصة. وجاء عند الطبراني وغيره من حديث زيد بن ثابت قال كنت جالسا في المسجد أنا وصاحب لي وأبو هريرة رضي الله عنه،
نذكر الله وندعوه. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال عودوا إلى ما كنتم فيه، يعني من الدعاء والذكر. قال فأخذنا ندعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن وسبقنا أبا هريرة، يعني بادروا اللهم أعطنا كذا، اللهم بلغنا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. سكتوا، فقام أبو هريرة وقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي هذان، وأسألك علما لا ينسى. فانتبهوا وقالوا يا رسول الله، أرادوا أن يعودوا للدعاء من جديد، ونحن نسأل مثل ما سأل أبو هريرة. قال سبقكم بها الغلام الدوسي، سبقكم بهذه الدعوة، قد دعوتم بغيرها فدعا مثل دعوتكم وزاد، وأسألك علما لا ينسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فيا عباد الله، الحياة فرص في أمر دينك ودنياك، فاستغلها وبادر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أيها المؤمنون عباد الله، سمعتم أن شرعنا يحثنا على أن نستغل الفرص في طاعة الله عز وجل، لأنها قد لا تعوض، ولا يدري الإنسان ما الذي يحول بينه وبين الخير، فيندم بعد أن فات الندم ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. كم من أناس ضاعت فرصهم وأوقاتهم وأعمارهم، فأخذوا بعد ذلك يعاتبون الأقدار، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. القدر ولو كان ولو حصل وهو المفرط، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك بعد موتك، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، لا يستدرك إلا بالتوبة النصوح، والمؤمل غيب، الله أعلم تبلغه أو لا تبلغه، ولك الساعة التي أنت فيها، أنت ابن وقتك الحاضر، فاستغل وقت فراغك في طاعة الله عز وجل وفي إصلاح دينك ودنياك، ولا تسوف بعد أن يكبر سنك ويرق عظمك ويذهب مالك وعافيتك وشبابك، ترجع بعد ذلك تعض أصابع الندم وتندم على ما فات بعد أن فاتت الفرصة. لا يا عبد الله، إن التسويف وطول الأمل من أعظم أسباب ضياع الفرص، وإن جلساء السوء من أعظم أسباب ضياع الفرص،
ستفعل كذا وكذا، ما جعل الله يوم بعد يوم إلا القضاء الحاجة، سنفعل كذا وكذا، سيكون كذا وكذا، فيضيعون عليك عمرك. السيئات والمعاصي من أعظم أسباب ضياع الفرص، لأنه يحال بينك وبين التوفيق، بينك وبين السداد، لا توفق. والطاعات على العكس، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من أعظم أسباب ضياع الفرص ذنوب الخلوات بينك وبين الله في السر، وقد قيل إن ذنوب الخلوات أساس الانتكاسات، وإن عبادات السر أساس الثبات. أيها المؤمنون عباد الله، بقاء الوالدين على قيد الحياة فرصة، استغلها في برهم. فكم من أهل العقوق للآباء والأمهات لم يستيقظوا إلا بعد أن مات أبوه وأمه، فأخذ يندم: لو كان أبي حيا لفعلته، لو كانت أمي حية لفعلته. وقد أذاقهم المر في حال حياتهم عقوقا وجفاء وقطيعة وأذية وإساءة، وسبب لهم من الأمراض والمشاكل والفتن ما أدخل عليهم من الضيق والكدر ما لا يعلمه إلا الله، وحرمه الله بركة دعائهم له، وحرمه الله صلاح ذريته من بعده. فإن البر والعقوق جزاء ووفاء، فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا من لا يرجو ما عند الله عز وجل ينظر، والجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة الوالد لولده أو على ولده. فوجود أبويك أحدهما أو كلاهما فرصة للبر للإحسان، تستغل بره وطاعته وخفض الجناح له والخدمة والكلمة الطيبة وما أشبه ذلك مما يسره، لينفعك الله عز وجل بذلك، لينفعك الله بذلك. أيام الأمن والطمأنينة فرصة لأن تبني أمر دينك ودنياك، فأيام الفتن والخوف لا يتيسر لك ذلك معها، فاستغل أوقات الأمن والأمان والفراغ والعافية والغنى في طاعة الله عز وجل. وجود العلماء بين الناس من أعظم الفرص على الإطلاق ليتعلموا أمر دينهم ودنياهم، وذهاب العالم ذهاب العالم. وقد ذكر المفسرون والعلماء في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قالوا: إن الله لا يدفع بالرجل الصالح عن أهله وجيرانه ومن حوله البلاء. هذا رجل صالح، كيف برجل عالم؟ كيف بدور حديث فيها علماء وطلاب وصلحاء ورجال ونساء يذكرون الله الليل والنهار ويتعلمون دين الله ويعلمون الناس دين الله، ما بين صائم وقائم وحافظ ومعلم وذاكر وداع ومستغفر وغير ذلك، أسقطوا عن الناس فرض الكفاية وفرغوا أعمارهم لطاعة الله وتعلم العلم وتعليمه، مع قدرتهم على العمل والكسب والدراسة والتجارة والصناعة. فليسوا أغبياء ولا أصحاب عاهات ولا معوقين، ولكنهم
أرادوا أن يوصلوا للناس ما هو أعظم، وأن يحولوا بين الناس وبين الشر والبلاء، وأن يكونوا مفاتيح خير أدلة للناس على ما يقربهم في صلاتهم، والفتوى والتعليم والتوجيه والإرشاد والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب على الناس أن يعرفوا لعلمائهم وصالحيهم من أقاربهم وغير أقاربهم، ولو زوجة أو بنت أو ابن أو أب أو أخ، أن يعرف له حقه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. وقد ذكر إبراهيم بن أدهم أن الله يدفع عن أهل الأرض البلاء برحلة أهل الحديث، طالب العلم ببطانيته من مركز إلى آخر يطلب العلم ويدفع الله البلاء عن الناس بسببه. بقاء الصالحين خير وبركة، فكيف ببقاء العلماء ورثة الأنبياء؟ والله إن بقاءهم أنفع من بقاء الملك والرئيس والتاجر والمزارع وبقاء غيرهم، لأن هؤلاء يقومون في الناس مقام أنبياء الله عز وجل دعوة وتعليما ودلالة على الخير وعلى جنة عرضها السماوات والأرض. فبقاء العلماء فرصة، ودور الحديث فرصة، ودورات العلم فرصة، ووجود طلبة العلم فرصة، وهكذا أيضا أرحامك بقاؤهم فرصة، عافيتك فرصة، فاستغلوا هذه الفرص في طاعة الله عز وجل. بئس العبد الذي لا تسمع أنه يقول فرصة إلا إذا كانت عزومة غداء أو عشاء أو مقيل أو تجارة أو مساهمة في شركة أو غير ذلك عرف الفرص، وأما جمعة جماعة موعظة تعليم خير شيء يقربه إلى الله عز وجل لا يستغل ذلك. لقد استغل العلماء أوقاتهم حتى في السجون، ألفوا وعلموا وكتبوا، وفي أسفارهم وفي حال مرضهم وفي كل الأوقات. وكم من الناس في حال المرض والعافية والسفر والحضر والضعن والإقامة والغنى والفقر وهو عابد لله ذاكر لله، سبح وهلل مكبر، مفتاح خير وليس مصدر قلق ولا فتنة ولا شر، لا على بلده ولا منطقته ولا أسرته ولا أهل بيته ولا من حوله. يدخل القرية أو المدينة أو البيت كالعافية، وغيره ربما دخل كالمرض والجذام والبرص عياذا بالله. فكن مفتاح خير، استغل بقاءك في طاعة الله، ستندم يوم لا ينفع الندم، لن تلقى الله بشيء إلا بالعمل. استغل شبابك أيها الشاب في طاعة الله، وأيها الغني فيما يقرب إلى الله، ويا من أعطاك الله جاها ومكانة اجتماعية استغلها في الإصلاح بين الناس، في دفع الشر والبلاء، وفي نصرة المظلوم، وفي تيسير الخير بين الناس ودفع الشر عنهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ينفعك الله عز وجل بذلك. وهكذا كل أحد، استغلوا فرص بقائكم في طاعة الله، مواسم الخير، أيام فاضلة، أوقات فاضلة، أعمال فاضلة، أذكار فاضلة، استغلوها في طاعة الله عز وجل. أوقات الإجابة، أوقات السجود مثل رمضان، العشر من ذي الحجة، عاشوراء، يوم عرفة وغيرها من الأوقات، إذا لاحت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجنبنا ما يبغض ويأبى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته،
ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة القتل والغلاء والوباء والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وبلادنا ورجالنا ونسائنا وأطفالنا وخيراتنا سوءا، اللهم اشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واكف الإسلام والمسلمين شره بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين، اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك، ودمر من بهلاكه وتدميره صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.